اتأخرت أنا. جوزيان؟ جوزيان افتح الباب. ما بدي. جوزيان عامل لك افتح الباب. وأنا عم أقول لك ما بدي. جوزيان أنا قايل لك من امبارح عن الظهر افتح الباب هلا يعني افتح الباب. مش كل مرة بتعملي نفس الشيء جوزيان. ما بدي افتح الباب يعني ما رح افتح الباب. جوزيان كبري عقلك وافتح الباب يا جوزيان. لا ما تعذب حالك. جوزيان حاج مثل الولاد الصغار كل مرة بتسكر الباب علي هيك يا جوزيان. افتح الباب طيب يا جوزيان افتح الباب. بتروح العفار بتعدي في قلب السرير. ليش كل مرة بتسكر الباب علي يا جوزيان؟ ولك إذا سخط برات الباب لدقك دق ما زالك هيك. جوزيان والله ما بتأخر وحياة الله. أنا الساعة 8 على الساعة 9 بكون هون بس دق وبرجع.